الذكريات الحلوه اللي ما تنساش في قطاع النشئين بالنادي الاهلي، وانت قعدت كام سنه في قطاع النشئين بالنادي الاهلي؟ 10 سنين. 10 سنين ما شاء الله. 10 سنين في الاستراحه. وانت عندك 10 سنين 10 سنين ل 20 سنه. 10 سنين كده احترفت. طب ولينا الذكريات الحلوه بقى اللي في ذكريات كتير قوي. في ذكريات كتير يعني، كان من المواقف الحلوه قوي اللي كنت انا وانت كابتن اسامه وكابتن حسام غالي وحماده لوزه، كنا الساعه 1 بنروح نلعب خماسي بالليل من غير ما حد يعرف الاستراحه. كان في مواقف كتيره جدا ممتعه. وكان في حاجه جميله قوي كابتن اسامه، حتى واحنا في الاستراحه طبعا انت يعني الاجيال مختلفه، بس كان كله بيحب بعض، كان كله خايف على بعض. انا كنت اجي اتفرج على عليكم ماتشاتكم، وانت كنت تيجي تتفرج على ماتشاتنا. فكان كل الناس كانت بتبث الروح النادي الاهلي الموجوده في الاستراحه، والحاجات دي كانت مواقف جميله جدا. وكله كان مبني اللي كلنا هدفنا واحد بس، اللي احنا نطلع فريق اول. ده كان كل هدف كل لعيب في النادي الاهلي جاي، عايز يطلع فريق اول ويمثل النادي الاهلي. ما قلتليش برضو الذكريات الحلوه ايه؟ ذكرياتك ايه مع كابتن بدر؟ كابتن بدر ده راجل يعني دمه خفيف قوي جدا يعني، كان بيقعد يتريق على لعيب كان بيقعد يتريق على لعيب وكان مسمي لعيب كده اسماء معينه. وكان دمه خفيف، وكان بيقعد يرغينا على طول على حاجات كتيره. اب ليكم طبعا. كابتن بدر رجب كمان مدرب يعني من الناس اللي هو يعني بيبص لقدام قوي يا كابتن اسامه، يعني ممكن يبص كده من تقسيم الحاجه يقول لك الولد ده هيبقى لعيب جامد جدا، الولد ده هيكمل، الولد ده مش هيكمل. لا، وكان بيراهن المدربين. كان بيراهن المدربين يقول لك ده هيكمل، ده مش هيكمل. كتير يا كابتن عمرو. لا، هو عينه حلوه جدا، خبير. هو دلوقتي كابتن بدر رجب ده من الناس اللي هو الخبير يعني. على فكره كابتن بدر رجب مطلع حوالي اكتر من 30 40 لعيب لغايه دلوقتي في الدوري الممتاز. بس يعني متنقلين مع النادي الاهلي يعني. بيلعبوا في انديه الدوري الممتاز كلها.